بي بوزيتيف هالفقرة الجديدة بي ام تي في الايف للتحفيز لحماس لحتى الاشخاص ما يوقعوا بفخ الكآبة وفخ الاحباط لحتى يقدروا دائما يلاقوا حلول ويلاقوا طرق انه يتغلبوا على مشاعرهم ومشاكلهم ودائما يتقدموا اكثر واكثر. اليوم بصيرنا استقبل سيدة نادين عبد الخالق. اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيك رانيا. حضرتك مدربة على تطوير الذات، ونحن لما بنقول تطوير الذات يعني هيدا عمل لازم يصير دايما وما لازم يتوقف، عمل متواصل مثل ما قلتي وما لازم ابدا يتوقف، وبيتركز على كذا شغله، اشياء عمليه واشياء نفسيه. مثل شو؟ نحن اول شيء لازم يكون عندنا وعي ذاتي، نعرف وين مكان من قوتنا، مكان من ضعفنا، وبالتالي نقدر نقوي مكان من الضعيفه ونرجع نشتغل اكثر على مكان من القوه. طبعا هالشيء بيتعلق بكذا محل، بيتعلق بالاراده الذاتيه، بالإدارة الذاتية، بيتعلق كمان بالتقدير الذاتي، بيتعلق كمان بكيف نظرتك لحالك وكيف قيمك ومعتقداتك ومشاعرك لازم يكونوا منسجمين مع بعض. نعم، ولكن هالشيء صعب لأن احنا بنكون تربينا سنين وسنين وعشرات السنين على أمور يمكن بدنا نضطر إنه نغيرها. نحن لما نقول نغير أشياء هالموتيفيشن يلي بحاجة لنحن أوقات شو هي وكيف نحن بدنا نخلقها نادين؟ سألت سؤال كتير حلو، بس أنا بدي أسألك بالتالي، برأيك وين فينا نحفز حالنا؟ أو شو الشيء اللي بخلينا نتحفز؟ شو الشيء اللي بخلينا ما نتحفز؟ شو العوائق اللي بتوقف بوجهنا برأيك؟ يعني أنا اللي بقوله إنه هالأشياء بتجي من الخارج يلي ممكن توقف تطويرنا الداخلي، أو نحن إنه نقدر نحن نتحمس ونكمل ونتابع. وللأسف نادين إنه بلبنان في كتير أمور يعني ممكن توقفنا، إن كان بالتربية، إن كان بالمجتمع، إن كان من فرص العمل. ونحن اليوم حديثنا عن إنه كيف شباب لبنان يقدروا يلاقوا فرص عمل بلبنان وما يسافروا، ف يعني في أمور بتعيق كتير. صحيح، انت حكيتي عن الشق الخارجي، انا بدي احكي اكثر عن الشق الداخلي. لانه الشق الخارجي ما فينا دائما نتحكم فيه، اللي نتحكم فيه هو الشق الداخلي. الشق الداخلي اول شغله نحن ما بنتحفز، اول شيء لانه ربينا ببيئه بتفرض علينا ضغوطات كثير، وربينا بطريقه تفكير هي لا تعتمد على المسؤوليه الذاتيه، يعني نحن دائما ننطر الاخر يقول لنا شو بدنا نعمل. بأول نقطة اللي هي إنه الواحد ما بيتحفظ لأنه عليه ضغط، نحن منفكر كأهل أو كمجتمع أو كمدير بشركة، أنا إذا بحط كتير ضغوط على الشخص بطلع منه أشياء كتير إيجابية. بالعكس، الضغوط أوقات هي عندها نتائج عكسية، لأنه أنا بس بتعود اتحفظ لما الشخص التاني يضغطني، بطل اتعلمها كمهارة، وبالتالي لما يتركني هالشخص برجع للنقطة صفر، بطل فيي اتحفظ وما بعد فيها فرح. يعني طبعاً بطل عندي إنجاز، بس إنجازي مرتبط بهذا الضغط الموجود، وهذا الضغط ممكن يشكل لي قلق وإحباط وخوف، وبالتالي بطل إنجاز، بطل أخذ خطوة لقدام. هيدي شق من الشقوق اللي نحن كتير منركز عليها، أنه ما تضغطوا كتير الأشخاص اللي حواليكم. أهم من كل هول القصص الإنسان يعرف حاله، ليه نحن منركز على الوعي الذاتي؟ أنت بدك تقعد مع نفسك وتقول أنا شو الشيء اللي بخاف أعمله؟ ليش بخاف أعمله؟ شو بحب كون أعمل؟ طيب أنا شو العادة اللي بدي ما أتطورها؟ شو المهارة اللي بدي أعملها أحسن؟ كيف بدي اكتسبها؟ كيف بدي أغير اللي أنا فيه؟ لأنه نحن نطلع بست معين من العلم ومن الأشياء الأكاديمية اللي تعلمها والمهارات، بس نحن ما منطور مهارات تقدر تلائم سوق واحتياجات العمل. بتقولي شباب ليش بتفل برا؟ أول واحد بيقول لي ما في سيستم، ما في دولة، ما في أنا طور حالي، عندي أفكار، ما في مكان للطموح. منه مزبوط، أنت فيك تخلق مكانك للطموح، أنت فيك تعمل think tank مع أصحابك وبالتالي تنمي هالمبادرة، بس ما تخاف تقوم بمبادرة. لازم تقوم بأول مبادرة، أول خطوة، تحط خطة عمل، تحط تايم تيبل، يعني تقول أنا هذا الجول الكبير، هالهدف الكبير كيف بقسمه لخطوات عملية صغيرة. كل ما حقق خطوة بقدر أوصل لمحل عم حس حالي عم بنتج، لما أنتج بحس عندي تقدير للذات أعلى، ولما أقدر ذاتي بحس بفرح، وبالتالي بصير عندي موتيفيشن. نادين ذكرت شغلة كتير مهمة يلي هي تقسيم المراحل. في كمان سبب تاني غير يلي تفضلتي وذكرتي عند الشباب اللبنانية، شباب يعني شباب وصبايا عم نقول اليوم، انه دايما بدهم يوصلوا لأعلى مركز
من أول لحظة بيتخرجوا فيها من الجامعة، قديه كمان هالشي ممكن يرجعهم لورا بدل ما يقدمون لقدام؟ كثير حلو عم تطرحيه. نحن دائما راني متعود معك انك تسبقينا بصفحة كل شيء بدنا نقوله، فبالتالي كثير مزبوط اللي عم بتقولي انه نحن البيرسيفيرنس او الصبر او كيف نقدر نمشي خطوة خطوة. دائما احلامنا اكبر منا، عندنا ضغوطات، وخصوصا الشباب اللي جديد مخرج من الجامعه بكون عندها هرمونات عم تتفجر بطريقه مختلفه، وعندها اهتمامات كثير وعندها الهاءات، وبالتالي ما قادره تركز، ما تقدر تعمل فوكس، فهي بدها تلاقي طريقه كيف تدير ذاتها بين هالالهاءات الخارجيه وكان هي مدزحه عن الهدف. وطبعا كل شيء بده سعي وبده شغل وبده وقت وبده كمان انه يقدر يبلش من نقطه لنقطه دو لنقطه صحيح تروى. مش ينط دغري على السلم لانه عنا وقت، ما نخاف انه ما عنا وقت، ما نخاف نضلنا راكدين لنحقق شيء وبالتالي نعمله بسرعه وما يطلع سستينبل، ما يطلع قادر يستمر وقادر يكون عقليه صلبه. كمان هون دور الاهل يمكن مهم، انه دائما الاهل عم بيعطوا اهميه اكثر من ما لازم. طبعا كل اولادنا نحن شايفينهم انه ملوك، بس يعني بعض الاحيان الواحد لازم يكون واقعي. وانا برجع بتذكر شوي اهلنا نحن كيف هن عاشوا وقد تعذبوا لوصلوا، يعني هالاشخاص اللي كان صعب عليهم يروحوا على الجامعه يروحوا على المدرسه بايام الحرب تقدموا خطوه خطوه. وهون عم بحكي عم بتذكر والدي يعني انا وعم بحكي. فكمان مهم انه هالاهل يرجعوا لاولادهم وشبابهم على الارض، على ارض الواقع ومش بالاحلام. يعني في شغله قبل ما نفوت بس بقصه الاهل، هي الإرادة الداخلية هي المحرك للتحفيز، والإرادة الداخلية هي في ناس عندها عوامل جينية تقدر يكون عندها إرادة أكثر من الناس، بس هذا الشيء ما بيعني أنه الناس الثانية تكون تقول أنا هذا شيء جيني وما عندي. نحن نقدر نمرنه مثل ما نمرن عضلة الإيد أو عضلة الجسم. طبعا في خطوات أول شيء بتكوني تسألي أسئلة حقيقية لنفسك، تكون أسئلة صادقة، تعرفي عن جد شو اللي عم بيعيقك، هالناس اللي حواليك، هالبريشر الضغط الموجود، هالتشبه بالآخر، حدا عم يستغل طاقتك. طب أنت إذا بدك شو اللي بتخافي تكوني، شو اللي بتخافي توصلي له، كيف بدك تواجه هالخوف. بالنسبة للأهل شغلة كتير مزبوطة، نحن أهلنا بحطوا علينا كتير أمال كبيرة، بدنا نفصل بين أمالكن وأمالنا، عصركن وعصرنا. وأنا بآمن كتير أنه أهلنا وحتى جيل الحرب كان عنده endurance، صحيح، عنده قدرة وجلد أكبر من جيل اليوم، وهذا الشيء ما فينا بس نحطه على الحق على جيل اليوم. هي الثورة الرقمية اللي صارت اللي وصلتنا أنه كل شيء نحصل عليه بسرعة وببساطة وبسهولة، خلت الإنسان ما يكون عنده دافع يشتغل أكتر على حاله. بس أنا بطلب من شباب اللبناني، ما بيكفي أنه أنت يكون عندك شهادة أكاديمية أو أنت حصلت تحصيل علمي معين، أنت لازم تكتسب مهارات تقدر تواجه فيها هالكمبيتيشن اللي كتير كبيرة صارت. لأنه طبعاً بعد ديجيتال إيرا اللي صارت وهالعصر كل شيء صار رقمي وهالعولمة اللي فتحت كل هالحدود على كل العالم، أنت صرت عم بتنافس ألوف الشباب اللي عندهم نفس كفاءاتك، يمكن الأكاديمية أنت بتشغل على كفاءاتك أو مهاراتك النفسية ومهارات أخرى لتقدر تواجه المجتمع ولا تقدر تتثبت باللي أنت بدك توصل له. والأكثر من هيك يمكن هون في عتب شوي على الأهل، القيم اللي بننقلها لأولادنا كتير مهم نعرف شو القيمة اللي عم ننقلها. نحن إذا بنسمع أهلنا أو كل محيطنا كل الوقت عم بقلنا هالبلد منه نافع، هيدي أنت سبقتيني بصفحة هلا، دق المي بيطلع لي مرة، دق المي مي ما في شي حيتغير، فساد طبعا وين ما كان في عنا بطالة، وين ما كان بالعالم في فساد تختلف نسبته، وين ما كان بالعالم عنا شيء اسمه فيفوريزم يعني منفضل الآخر، في وسطات طبعا تختلف نسبته. فنحن ما بدنا ناخد ذرائع موجودة وين ما كان، طبعا نحن النسبة أكبر عنا ونحن بدنا كثير لنبني، بس إذا أنتوا يا شباب ما عم تبنوا لغد أفضل مين بده يبني؟ فأنا بطلب أنه هالشباب عن جد تسأل حالها الأسئلة، هي شو بدها، لوين بدها توصل، تقسم هالأهداف لخطط صغيرة لأعمال صغيرة لأكشن ستيبس صغيرة تكون واقعية، لأنه أنا لما بلش حقق بقدر أخذ دافع استمر وتحفظ. إذا ما حققت وحطيت أهدافي غير واقعية
فدغري حأصاب بالإحباط وبالقلق. طبعاً وهون إذا ما عنا قيمة حب الوطن، إذا ما عنا هالجذور يلي مرسخة ببلدنا يلي هو أكيد أكيد أحلى بلد بالدنيا، العالم صار كله ضيعة، ضيعة صغيرة موصولة ببعضها. فيمكن اليوم الشباب بيقولوا أنه طب ما أنا بدي ساعتين بدل ما أنزل من ضيعتي على بيروت أو من منطقتي على بيروت بسافر فيها وبجيب مصاري يمكن أكتر. ولكن هون قديه المستقبل البعيد كمان بيلعب دور نادين. وفي كمان سؤال تاني رح بتركه للآخر، بس قديه نظرتنا للمستقبل لازم تكون عندها مدى أبعد لحتى نقول أنه أنا إذا سافرت يمكن ما أرجع على وطني. صحيح. وقد ما الإنسان يسافر ويروح ويتجنس ويعيش بمجتمع في جذور، في بده تضل تحس إنه عنده، ما بدي أقول شرخ بس في فروقات. يعني أنا قد ما سير فرنسوية أو بريطانية أو أمريكانية بمحل معين بأعماق أعماقي أنا ما حكون مثلهم، أنا عندي قيم مختلفة. لما أكبر، ودائما بنشوف الإنسان لما يكبر يصير بالخمسين وبالستين بيرجع وطنه، بقول أنا بدي أعمل ريتايرمنت ببلادي، بدي أحكي لغة حدا يفهمني. هذا لحاله ما بيكفي طبعا، بدي أحكي قيمة حدا بيفهم علي شو هي. كنت أنا بدي أركز على شغلتين، قصة الأهل وهي الثورة اللي هي رقمية. نحن ليه ما بنستفيد منها؟ ليه عم تحولنا لشباب مسطح، شباب ما عنده ولا إنيشيتيف ولا مبادرة يقوم فيها، شباب ما بده يسعى ليطور حاله. بالعكس أنا بستفيد إنه العالم صار ضيعة كبيرة مثل ما أنت قلتي، وأنا قادر أوصل للبدية إن تيب أوف السكند بكبسة زر. ليه أنا ما براكم هالشي لازيد على خبراتي على معرفتي؟ ليه ما أنا بعمل ريسيرش أعرف شو المطلوب، وبالتالي أنا بتوجه حتى لو عملت دراسة أكاديمية معينة يمكن أعمل بروفيشن تاني أقدر فيد الآخر، يمكن أفكار تاني أنا أضيف عليها، يمكن أقدر اخترع شيء إضافي على شيء سبق. بالنسبة للأهل أهم شيء يلاحظوا شغلتين، إحدى عدم وجود التحفيز هو وجود قلق وأحباط، هولي مؤشرات لنشيلهم هولي عجانب كتير مهمة لازم ننتبه لهم كأهل. نحن إذا عم نشوف شبابنا بهالمحل ونعالجها بطريقة التقمص العاطفي. هل الحديث ما رح يخلص؟ بفتكر اليوم أكيد رح نعمل حلقات تالية عن سوق العمل كمان للشباب، ونهار الجمعة مع الوزير سجعان أزي أكيد بفقرة ماي رايت. شكرا لك نادين عبد الخالق، وقفة سريعة ونرجع.